اهلا بيك يا محمد، نورتنا النهارده. وانا والله مبسوط جدا معاكم النهارده. محمد، عاوز اعرف منك بدات الرسم امتى وفي سن كام؟ انا بدات الرسم من وانا 4 سنين مثلا ولا حاجه. كان دايما البيت عندي بيرسموا كتير بالذات اخواتي، فدايما كنت اقعد جنبهم واقلدهم. انت طالع من بيت فنانين بقى. بس انا اللي كملت بقى في الاتجاه دوت كليه وهكذا. تمام. فكنت دايما اقلدهم ولو مش لاقي حاجه اعملها فبرسم وخلاص لحد ما كبرت وانا برسم. تمام. يعني بدايتك نفسها كانت ازاي؟ بدات تشخبط ترسم لوحات معينه، حد لفت نظره للرسومات اللي انت بترسمها؟ هو انا مثلا اختي كانت هي بياخدوا دايما كورسات، فهو بيبقى مثلا ليهم تاسكات يعملوها. تمام. فانا اللي هو اقعد جنبهم كده اللي ورا كده واقعد احاول اقلدهم اللي هو بس هكذا. بعد كده دخلت المدرسه فبداوا يبقى فيه اهتمام شويه، لاحظوا انه ممكن يبقى فيه من بدايه موهبه في مثلا في حصه الرسم وهكذا. وبس من هنا جت ان انا بدات احس ان هو في حاجه، ان انا ممكن اكمل في الطريق دوت. حسيت ان عندك موهبه لطيفه وانك يعني ممكن تكمل في مجال الرسم. من هنا جت البدايه يعتبر يعني. جميل جميل يا محمد. محمد، قول لنا بقى مين شجعك على الرسم والاهتمام بالهوايه الجميله بتاعتك دي؟ ماما، بابا، احد الاقرباء، ودعمك واتبنى حبك للرسم وامن بموهبتك؟ انا اهلي طبعا، يعني والدي ووالدتي واخواتي، اخواتي بالذات لان هما الاثنين يعني الاثنين بيحبوا الفن. يعني في اختي الثانيه كانت دايما بتحب التصوير، فاللي هو مثلا هي ترسم رسومات، هي اقصد تصور صور وانا احاول ارسمها، كنا دايما يعني بنشجع بعض. والدي ووالدي طبعا يعني كان ساعات برضو بيوديني كورسات، ومثلا وانا مثلا في اعدادي وهكذا كنت اروح كورسات احاول اتعلم حاجه جديده. في المدرسه برضو المدرسين زي ما بقول حضرتك كانوا بيهتموا، يعني شايفين ان في حد مهتم بالماده. ماده الرسم عاده مش بيبقى فيه اهتمام كبير، يعني اغلب الاهتمام بيبقى رايح للمواد العلميه. هو صحيح. للاسف كمان يعني بحس انهم مش بيحاولوا يعلموا الولاد الرسم. لا، وساعات ما بيشتغلوهاش حصه رسم من اساسه. يمكن انا حظي كان حلو شويه، لان يعني كان فيه اهتمام، كان فيه مسابقات، فدايما اللي هم نجيب مين يا جماعه، نجيب مين، فاللي هو هاتوا محمد هكذا. جميل. كنت انا دايما يعني بروح اي مسابقات تبع المدرسه، فكان فيه اهتمام نوعا ما. طب الحمد لله. محمد، ايه اللوحات الجميله دي؟ اولا انا حاسه ان لوحاتك فيها الروح المصريه، صحيح؟ هو ده. طب ممكن افهم كل لوحه كده راحه فين وجايه منين واترسمت ازاي؟ اول لوحه اللي هي اللي عليها حصان دوت، دي اسمها يعني انا كنت مسميها المرماح. المرماح. ده اصلا يعني حاجه بتحصل دايما في الصعيد، مشهوره يعني زي حدث كده في الموالد وهكذا، ان هو بيتسابقوا بالحصنه، يعملوا استعراض بالحصنه. يعني الصوره دي بالذات كان فيها مصور مصورها، انا ناسي اسمه للاسف، كان فئنا. فهو كان الكادر عجبني وقلت لازم ارسمه يعني بطريقتي نوعا ما. انا عجبني كمان في اللوحه التفاصيل. عارف الرمله، الحاجات المرميه على الرمله، الوجوه اللي ورا، انتوا بتسموها الحاجات دي بتسموها افكت في الصوره او بتسموها او خلفيه؟ عاوز افهم منك. لا يعني ملهاش اسم معين، بس هو انا بحب مثلا يعني اللوحه دي اترسمت باكريليك وحبر والوان خشب، ويعني بحب ادخل حاجات كتير في بعض، مواد مختلفه يعني، فده يمكن بيزود حوار اللي هو التفاصيل ده. طيب خليني امشي معاك واحده واحده. تمام. اكريليك، حبر، الوان خشب. الاكريليك هو ايه في الصوره، والحبر ايه، والوان الخشب ايه؟ الاكريليك هو اللي هو الدهان عامه. انا حاسه اني بتعلم الرسم النهارده منك يا محمد. فرصه. الاكريليك دوت هو اللي هي الالوان، الدهان عامه اللي هي مرسومه بالفرشه يعني. اوكي. دوت بتعمل بالميه كده، هي بتبقى انابيب وبتحط عليها ميه وتبتدي ترسم بيها. الالوان الخشب هو والحبر الاثنين مع بعض يعني هو اللي ارسم بيهم بقى التفاصيل الصغيره. بتدي زي ما حضرتك قلت كده بقى افكت للرسمه. تمام. بس هي بتبقى يعني شفتي الصوره يا شين وجمالها؟ جميله جدا. شكل الحصان والطبيعه اللي حواليه، يعني حاجه مصريه عربيه اصيله 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 فعلا. جميله. تسلم ايدك يا محمد بجد يعني. جميل جميل. ده اكتر حاجه بحب ابينها في شغلي يعني اللي هو المصري فعلا. انت بتحب قوي الثقافه العربيه والمصريه الاصيله. الطراز الاسلامي برضو الحاجات دي هو دي يعني اتجاهي حتى في شغل مثلا الكليه وهكذا. جميل جميل. دايما الواحد لما بيغرق في الاصاله بيطلع حاجه فعلا متميزه، حاجه أنا جميله. شايف ان احنا عندنا حاجات كتير فعلا دي. يعني يطلع منها افكار احسن من حاجات تانية يعني بره مثلا. جميل. طب اللوحه التانية دي يا محمد؟ اللوحه التانية دي انا كان عندنا مشروع في الكليه السنه اللي فاتت، فكان مطلوب مننا ان احنا ننزل ورش خشب واماكن كتير يعني شعبيه نوعا ما.
فده كانت الكادر ده كان في السبتيه، كان هو كان يوم طويل كده، فانا كنت مصدع وخلاص اللي هو تعبت من اليوم. فقلت لقيت كان ده بالظبط اللي هو اللي قدامي. الله، يعني اللوحه دي بتعبر عن السبتيه. لا إيه الجمال، هو الشارع ده في السبتيه ورمضان ولا ايه؟ ولا لا الزينه دي كانوا هي سايبينها؟ الزينه دي كانت موجوده عادي. بس هو انا عجبني الكادر وقلت احاول اطلعه بطريقتي، يعني يمكن دي مش الالوان الحقيقيه اكيد في المكان. بس يعني ايه الالوان المستخدمه في اللوحه دي يا محمد؟ اكليريك برضو، نفس أكليريك. الحوار اكليريك وخشب وحبر. انت بتستخدم دايما نفس التنويعه دي في كل لوحاتك؟ يعني على حسب الخامه، يعني ممكن ساعات اعمل لوح بالزيت، ممكن ساعات بالاكريليك، على حسب انا هستخدم ايه. بس مثلا لو اكريليك بالذات بحب ادخل معاه الخشب، بيدي له افكت كده بحبه انا في التفاصيل كمان بالذات. افكت طبيعي كده متناغم قوي مع بعض بالظبط. بيدي له حته رياليستيك اكتر. جميل. شايفه يا شيرين رسمه اللوحه، رسمه القهوه والكراسي والترابيزه شايفه التفاصيل الجميله اللي بترجعك للروح القديمه اللي انت ما شاء الله عليك يا محمد، يعني انت كنت ما شاء الله تعبان، فالتعب ده خلاك تركز بالزبط. في الحاجه الجميله خليك تعبان دي على طول وانت بترسم. لا 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 خليك كويس بس وانت مرهق شكلك، طلع علينا الحاجات بالتفاصيل الحلوه قوي. انا بحاول اصلح اليوم باي حاجه، فقلت لازم فعلا صلحته. جميل، جميله اللوحه الثالثه دي بقى، خان الخليلي صح؟ ده خان الخليلي يعني الحمد بالزبط. لله تمام. برافو عليك يا حبيبي. لطيفه جدا. دي كان لنا برضو. دي كانت تعتبر بقى بدايتي في، يعني دي قبل دول. هم كلهم 2019 بس دي كانت شهر يناير يعتبر. دي كانت الوان جواش، هي يعتبر زي الاكريليك بس يمكن دي بتبقى كواليتي اقل شويه، يعني او يعني كل واحد فيهم بيبقى ليها ميزه، بس دي مثلا بيبقى عمرها اقل سنه كخامه. وانا برضو كانت عجبني الكادر دوت وقلت يعني عمر اللوحه دي يا محمد يبقى حوالي قد ايه بالالوان الجواش؟ لا يعني يمكن ما اعرفش قوي تفصيل قوي، بس هي مثلا مش فكره عمر قد ما هي الخامه تستحمل. يعني دي لو جه عليها ميه جامد ممكن تتمسح. معقول؟ لو جه ميه عليها دي محتاجه محافظه قويه جدا. بيترش عليها بقى ساعات ورنيش وهكذا عشان تحافظ عليها زي سبراي كده. انما دول مثلا الاكريليك بتحول لبلاستيك، الخامه في الاخر بعد ما نحط عليها ميه بتتحول يعني لبلاستيك، مش محتاج انها يتحط لها اي كفر او ازاز او برواز خشب زي ما احنا متعودين. لو اتحط عليها ممكن يحافظ عليها اكتر يبقى احسن، بس هي الخامه ذات نفسها تستحمل اكتر. بس هي عشان تتعرض وتبان جمالها المفروض ما يبقى لهاش برواز، هي تبقى أحسن. كده صحيح بقى جمالها كده، هي واضحه كلها ظاهره للي يتفرج يشوف يستمتع بكل التفاصيل بالظبط عشان الخامات تبان والتفاصيل. محمد كل لوحه من دول خدت وقت قد ايه تقريبا؟ هو كلهم تقريبا نفس المده، كان دايما بتاخد حوالي في حدود يعني من 4 أيام ل7 أيام، حدود اسبوع كده. اسبوع؟ لان هو يعني على حسب ابقى فاضي امتى، ببقى راجع من الكليه فدي الحاجه اللي هي بتنسين الدنيا شويه فاروح ارسم بقى، فهو يعني بتاخد حوالي اسبوع. جميل، يعني معنى كلامك ان الرسم برضو بيخرج طاقتنا، ان الواحد لو متضايق او مخنوق فبيطلع الطاقه السلبيه دي في الرسم. هو ده الهدف الاساسي اللي خلاني اخش في ناحيه الرسم.